وخلال حلوله ضيفا على برنامج موضوع اليوم، أشار خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أن على الأمم المتحدة إيجاد حل لانخراط الجزائر في هذا النزاع المفتعل. لذلك أنا قلت أو كلمة ابتزاز، لأن المسألة واضحة بالنسبة للطرف الآخر، خسارات الدبلوماسية والخسارات على مستوى الواقع طبعا هي خطر مرة على مستوى الأرض، خاصة بعد عملية الإبتزاز والجبهات المجلدة. وأعتقد أنه يعني الابتزاز يبدأ من التعامل مع الأمم المتحدة في صيغ التي تريد أن تفرضها دولة البوليزاريو والجزائر طبعا من رأيها على هذه البعثة وعلى أطرافها وعلى المسار الأممي على كل حال. وبالتالي الصيغ التي جاءت في التقارير أو في القرارات السابقة لمجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بانخراط الأطراف المعنية بالنزاع، لهذا هي صيغة شاملة وعامة، وأعتقد أنها كانت تحفظ ماء وجه يعني كل الأطراف بما فيها الجزائر للدخول في هذا النسق الأممي، لأنها كانت تحاول أن تبدي أو أن تعطي للجزائر هذه المسؤولية خلال طبعا العالم كله يعرفه كما هو السماء فوق الجميع، يعرف بأن الجزائر هي التي كانت وراء إيجاد هذه القضية الوهمية. وأعتقد أنه مناسبة أيضا لكي تنخرط الأمم المتحدة في إيجاد حل قبل الحل، يعني إيجاد حل لمسألة الدور الجزائري والمسؤولية الجزائرية عن النزاع، لأنه يحتاج اليوم إلى هذه الصيغة التي تكون فيها نوع من الفرض على الجزائر، لكي نوع من لا أقول الإكراه، ولكن أن تكون هنا يعني الجمل واضحة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن فيما يتعلق بانخراط الجزائر في إيجاد حل سياسي متوافق حوله قابل للتنزيل بالنسبة لهذه القضية المفتعلة.